إذا كنت تريد التوصل بجميع أخبار ومستجدات الوداد، تابع قلعة الوداد على اليوتيوب. قطع سعيد الناصري رئيس الوداد الرياضي لكرة القدم أشواط مهمة في مفاوضاته مع مدافع اتحاد ورقة من أجل ضمه لصفوفه خلال الميركاتو الجاري، وقدم ياسين الخلج صاحب 23 عام موافقته المبدئية على انضمام لفريق الوداد لتظل المفاوضات محصورة بين الناصري وإدارة النادي تورقي، علما أن هذا الأخير لا يمانع تسريح مدافعه شرط توفير عرض مالي جيد. هذا ويسعى الوداد إلى التعاقد مع مدافع جيد يجيد اللعب بالقدم اليسرى. عبر الوافد الجديد على فريق الوداد الرياضي الجزائري زكريا أدراوي عن سعادته الكبيرة بانضمامه للعائلة الودادية، وقال زكريا أدراوي: شرف كبير لي أن ألتحق بالعائلة الودادية، وسوف أفرح الجماهير الودادية، والوداد نادي كبير. وأتم بالقول: لاعبي الوداد لعبت ضدهم، والحصة التدريبية الأولى مرت في جو رائع، وسأقدم أفضل ما لدي لإسعاد الجماهير الودادية في نهاية الموسم. إذا كنت تريد التوصل بجميع أخبار ومستجدات الوداد، تابع قلعة الوداد على اليوتيوب.